ايه شو طالعون شغل غني بابا يا يين ولا سايرين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا رايحين شاريينها شاري، وعلى حسب الجدول اللي حددتها القرعة انت تلبسها اول واحد، وبعدك تحيم، وبعدين انا، واللي هيحيسها روحه يصير يغسل ويكوي، واللي ما يبنبونا يغسل ويكوي يلبس التيشيرتات مال السوق الصيني والكرامة ويحيس على كيف كيف. والله اوف تا 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 يا تحيم، قلنا ما حد ياكل الكاكاو اللي في الثلاجه مال الفندق لانه غالي، طرانا ضاربين سلفيات وفلوسنا يا دوب تكفينا حق اسبوع في لندن. متابعين الاعزاء اياو، احييكم هنا من لندن انا ومعاي ربيع السفر دحومي. اهلا متابعين وكيف حالكم؟ نعم وصلنا لندن لكنهم اخرونا شويه في الريسبشن لحد ما جهزوا لنا السويت اللي حاجزينه. وحشته ما ترى اسمها في باله، هلا هوبا ولا في الغربه بعيد وصار عني. اه يا لندن هلا هوب، سلام عليكم سنابو، اطمنكم يا اللي تحتوني ان انا الحين وصلت لندن. و هيبي شو بالك انت اياو، اتغبي ولا تستغبى؟ ليش شوفي شو سويت؟ Man what you doing؟ دوني من دقايق انا مصور بهالتي شيرت في السناب. مان تبى تفضحنا؟ ترى متابعينك هم نفسهم متابعيني. ايه والله هي كيف راحت عن بالي؟ Seriously اليوم ما تصور اي سناب بهالتي شيرت، سمعت؟ بس انا ابى اصور، ويهي ياكلني، يومين ما صورت سناب، ما اقدر. تبى تصور؟ تفسخها وتصور بغيرها، بعد 3 أيام تصور بها. انزين ما يستوي اصور بها الحين، بس بغير لونها بالفلتر. نو عيال بشوف منو بيركض في السرير الاضافي من اليوم وساير. ها جابيت الكرتون وقت اللمة. يا جماعة الخير ما تريقنا، نسيت انه حجزنا بالفندق كان بدون افطار. يا عيال خلونا نروح مطعم الفندق، فطوركم على حسابي، هيا هيا بسرعة. لو سمحت كم رقم الغرفة؟ نو مش على حساب الغرفة، على حساب الخلوط دحيم. أدينا فرصة كده، بس خلينا نختار من المينيو. تخيل يا عم برايا ولد خلوتي لو كانت سيارتك واقفة قدام الفندق والعامل طاح عليها ومكسرينها. الحمد لله انها بتوصل بعد باكر، ولا كنت تتمنى انها تكون واقفة هناك؟ لا اكيد لا، ولو انا ولد خلوتي دحيم مو مشاركين معاك في مصاريف الشحن مالها كان عادي. مشارك معانا؟ تراك ياي معانا محمول مكفول. لا استوب عندك عمبرو، ترى في 5 جروبات شباب كانوا يبوني اسافر معاهم محمول مكفول علشان استولهم سوبال يالسا، وانا رفضت علشان منو؟ علشانكم انتو. يو 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 خلاص يلس فضحتنا برو. لا خلاص يبعنا
اصلا احنا جايين عشان نصور المنيو للسناب بس. هيا شباب يلا قوموا. يو يلس يا جماعه، انتوا نسيتوا انه حجزنا بدون افطار؟ اسكت يلس ولا تفضحنا. اقول شكلهم ثقيلات وما يسوون سالفه لحد. سجلت هي الحين بخليهم يديرون من الخيفة. هي اسمع بس. هي اللي أنا قلت لي يا صلبوخ. أقصد يا مهند، مهند اللي ما قلت لي يا مهند البنت لي مالك ما وصل. يا كلموني شركة الشحن وقالوا لي باكر. كم رقم الغرفة؟ لا مش على حساب الغرفة. يا حلو انت يا حلو، هو نظرة بس يا حلو يا حلو. حسبي الله عليكم، حرام عليكم اللي تسوونا فينا هذا. يا الغالية برضه غالية. يو معطر الجو. نعم نعم خير، شو بلاكم سايرين ردين ورانا؟ شنو تبون انتو؟ انتو شايلات اكياس هالكسر وكل كيس هالكبرى وما في الا الماينر واحد بس وغرشة عطر تستر وهالكيس ما في الا حبة رج عيال قلنا نعبيها لكم، شو رايكم ظريف؟ لا واه شوها ديسكاستينج. كاتب اسامينا بالورق، ايش اللي عنبره؟ دحين هنفي يمينا بالله لو انا بنت يا واد ربي ما ادي وجه لشباب هذه اساميهم. غير يوري، سمي مثلا طلال، مروان، شادي، فادي، هادي، تامر. خليك فتح يوري. شبيك الكرتون وقت اللمة. لو تطلعها لين باشر يا ولد خلوتي ما بتسوي لك سلفة. ما اوافق الرأي، ولا شو رأيك يا الدحمي؟ أنا خلاص بعد ما أخذوا حبيبتي. حبيبتك؟ منو حبيبتك؟ حبيبتي المنكان. حبيتها يا عيال، ربي حبيتها. الحب ما يعرف شي اسمه ولا استهرف ولا إنسان. تسأل هالخبلة؟ اسألني أنا. والله ما تدفعون فاتورتكم علي. ممكن أصور الفاتورة؟ Thank you so much. What? 2000 pounds? شو ماكلات هذيلة؟ يا عمي ما بياكلوا، بيطلبوه للتصوير للسناب فقط. الشرها على اللي يمشي ورا شورك، هذا اللي بندفع لأكلهن ميزانية أكلنا لخمس أيام قدام. شو بناكل قدام؟ بناكل شاورما في مطاعم أجور رد، والعشاء بسوي لكم أحلى بيز طماط في الفندق. يايب أنا وياي كركم وبزار. المهم يلا خلونا نسوي الشيرنج وندفع الحساب. خلاص يا أبو الشباب أمسك، خد كل الفلوس من المحفظة حقي. خلاص الدنيا ما عاد فيها شيء يسوى بعد ما أخذوا حبيبتي. حبيبتي. حسب القرعة انت اول واحد بيلبسها. هاي اغلى فانيلا ماركة احنا شاريينها. مو بتشوف البنات وتتحمس وتنفخ عضلاتك وتوسعها؟ مشكلة انتو الجباكيب. عمبرو يبين من طبعة الجوتي من تحت انها تقليد. ناو كامون، منو بيدقق على طبعة جوتيك؟ يا ريال لعوزونا هزيلة جنب موبايل 3 كاميرات يسوون زوم يشيكون على كل شيء حتى طبعة الجوتي. يلا هش قوموا من قدامنا خلونا نصور هالسيارات قبل ما تمر. يلا منك الو. والله
أوكي ياو البشارة بروز، سيارتي وصلت في الشحن. والله بقسم بالله، يا سلام الحين بتضحك لنا لندن. ياو وانت ليش مو فرحان بهالخبر السعيد؟ سيارات الدنيا كلها ما تعوضني عن هديبتي. ياو شو رايك ننزل نتمشى على رجولنا شوي؟ شوف يا ولد خلوتي، طول ما انت في البنتلي فانت بنتلي، اذا نزلت من البنتلي فانت والسوزوكي واحد. طيب الغالي سر الحياة فيهم لا تشيل بعين. يا معلم جيب لنا 4 سندويشات شاورما بارسل، وكثر من الثوم والطحينية، وخلي سبايسي، ويب الفاتورة معاك الله يخليك. سندويش شاورما واحدة بس؟ انت تعرفني دياية مكينة كاملة يا دوب تشبعني. بثبتك السيارة وانحجزت، فلوس وما تمعدنا الا اللي يكفينا حق غدانا وعشانا، ولك ويه تطلب دياي مكينة؟ شكلي بقضيها الآخر السفرة أكل لايل شاورما كارك براتا. هذا ويه؟ إحنا في شهر العسل لسه. ها؟ يعني أنا الحين محمول مو بمكفول؟ هيه. ألو حماني، احجز لي تيكت، أنا بكرة جايينكم مراكش، بس محمول مكفول. ها؟ اتفضل الشاورما. يا معلم ما عندنا المبلغ بالكامل، ما بتسامحنا بالباجي. علوش تعال جيب معك سكينة الشاورما. عيال انا مالي سماح، دبروا فلوس من تحت الارض، تروحوا تدفعوا للمعلم ده ما هو لعبة، وربي ما هو لعبة. هلا وين سايرين؟ وشير إياه سماويتها، وارسم للدنيا بسمتها والفتحة.